لسه متبلغين بيه دلوقتي او ترد اي شكوى بزياده المصروفات في لا يا الجامعات. فندم، غير ده وارد، غير وارد. غير وارد يا فندم، ده كلام عظيم، ده كلام غير عظيم، وارد. وبالتالي ما فيش شكوى حصلت وما فيش شكوى هتحصل ان شاء الله، لانه لا لا خالص. وهل كل الطلبه دفعت المصروفات للترم الثاني؟ جزء كبير جدا من الجامعات بدأت، حتى بدأت تحصل المصروفات في الجزء الأخير من شهر ديسمبر، بدأوا يدفعوا الجزء بتاع فلوس الترم الثاني، بحيث إن هم تمام يخشوا على أول الترم اللي هو هيبتدي إن شاء الله بعد يوم 9، اللي هو آخر يوم في الإجازة، وهم أوريدي دفعوا المصروفات. نعم، متهيألي إن 70-80% من الطلبة خلاص أوريدي دفعت المصروفات. طيب تمام. دكتور محمد، لو صحيح. في طالب تعثر، وانا هنا بتكلم على الجامعات الخاصه، طيب. تعثر هنا بمعنى ايه؟ والده توفى، والدته توفت، حصل لخبطه في حياته وفي حساباته، فبالتالي اصبح غير قادر على دفع مصروفات الجامعه، وهو بقى في سنه ثالثه او في رابعه او في ثانيه، الحالات دي بتعملوا معاها ايه يا دكتور؟ الحالات دي كلها حالاتك بتتعرض عليا، وانا بحولها بعد كده لاستاذ رؤساء الجامعات، وبامانه شديده كل استاذ رؤساء الجامعات بيكونوا متعاونين جدا في مثل هذه المواضيع، حتى ما بيقدروا حجم المشكله، سواء كان بعمل تخفيض 25 50 سام تايمز، بعض الناس لما يكونوا متفوقين بيمنح منحه كامله. الله، طب كويس، يعني حتى الجانب الإنساني ده ومراعاة الظروف موجود في الجامعات الخاصة، متوفر جدا جدا. ولو كان الموضوع سلطته أعلى من سلطة السيد رئيس الجامعة، بنلجأ إلى سلطة السيد رئيس مجلس الأمناء اللي هو صاحب الجامعة، وكل الناس بتبدي قدر عالي جدا من التعاون في هذا الموضوع. الله، ربنا يطمنك. ويعني مهم قوي اعتقد ان احنا كنا نسال السؤال ده، لانه محدش خالي من الظروف او من مواقف الحياه، وبشكرك للتوضيح لانه كان مهم التوضيح من قبل حضرتك. انا عايز اقول لحضرتك، كان قد يكون سياده النائب، لانه ذكر الجامعه الامريكيه تحديدا، فقد يكون هو الموضوع مختلف. هل الجامعه الامريكيه تابعه لحضراتكم؟ لا، الجامعه الامريكيه مش تابعه ليا، لكن حضرتك عارفه ان الجامعات دي زادت بتبعية زيادة سعر العملة، ما هو ده المشكلة. نعم، يعني حضرتك، هو ساعة ما حصل تغير في سعر الدولار، هي مصاريف الجامعة الأمريكية زادت 30%. نعم، لكن احنا عشان كل جامعاتنا الخاصة والجامعات الأهلية هي أصلا مقومة بالجنيه المصري، فاحنا طبعا ما تأثرناش بهذا الموضوع، لكن بعض أفرع الجامعات الأجنبية تأثرت بارتفاع سعر العملة. وطبعا الجامعة الأمريكية سوف تتأثر هي في نفس الوقت، واللي انا شايفه ان الجامعات بتحاول تعمل كل الحلول الممكنه